العدد الرابع مقالة بعنوان تاريخ نمذجة معلومات البناء، كمال الشيخلي. بعيدا عن التفاصيل الفنية لعالمها، تتطرق المقالة إلى تاريخ فلسفة نمذجة معلومات البناء Building Information Modeling بشيء من الإسهاب. فمع ارتقاء الموجة الجديدة من خبراء ومتخصصي هذه الفلسفة لصروح الصناعة الإنشائية بكافة قطاعاتها، لوحظ استخدام التعبير بيم كشعار بزيادة متسارعة خلال السنوات القليلة الماضية، حتى أصبح الاعتقاد السائد بين الكثير من التقنيين أن بيم هي علامة تجارية تعود ملكيتها إلى شركة أوتوديسك. السطور القادمة سوف تثبت خطأ هذا الاعتقاد، بالرغم من أن بيركنز في أطروحته الموسومة Building Information Modeling Implementation in the construction industry كان قد نص على أن نمذجة معلومات البناء هي مجال بحثي لا يزال في طور النشوء، حيث أن المبدأ الذي تقوم عليه بيم كان موجودا منذ أواسط التسعينات من القرن الماضي، إلا أنه بسبب التحسينات الكبيرة الحاصلة في مجال التكنولوجيا، فإن العديد من الأبحاث تجري حاليا بغية تسهيل دخول بيم في صناعة التشييد. إلا أن التقنيات والنظريات المسؤولة عن فلسفة نمذجة معلومات البناء كانت في قيد التطور منذ السبعينات. في الحقيقة، إن أول الأدبيات الموثوقة عن مبدأ نمذجة معلومات البناء كانت في سنة 1975، حيث قدمت تشارلز أيستمان في مقالته الموسومة The Use of Computers Instead of Drawings in Building and Design، وصفا للنموذج الأولي اسماه نظام مواصفات البناء Building Description System BDS، والذي لم يتوقف عند احتوائه على الفكرة الأساسية في استخدام مبدأ العوامل المتغيرة Parameters والخوارزمية المتعلقة بإنتاج مخطط ثنائي الأبعاد بالاعتماد على نموذج ثلاثي الأبعاد وقاعدة بيانات واحدة متكاملة للتحليلات البصرية والكمية. بل اقترح أيضا أن مقاولي المشاريع الضخمة سوف يجدون هذا التمثيل البصري ذو أهمية كبرى في عمليات الجدولة والتجهيز. حقيقة إن شركة أوتوديسك كانت قد أنشأت في عام 1982 تثبت أن نمذجة معلومات البناء كمبدأ سبقت تأسيس شركة أوتوديسك ب7 سنوات. في أواخر السبعينات وخلال حقبة الثمانينات وبسبب التطوير المستمر، فإن مصطلح Building Description System BDS بدأ يتخذ شكلا محليا أكثر، حيث أصبح يعرف في الولايات المتحدة الأمريكية بالاسم Building Product Models، بينما عرف في أوروبا بالاسم Product Information Models. أما مصطلح Building Modeling فقد جرى توثيقه لأول مرة بنفس المفهوم الحالي لمصطلح Building Information Modeling من قبل إيش في دراسته الموسومة Building Modeling The Key to Integrated Construction CAD في عام 1986. أما مصطلح Building Information Modeling فلم يكن قد تم توثيقه حتى قام فان نيدرفين وتولمان بنشر دراستهما الموسومة Model Multiple View on Building في عام 1992.